السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقة نوقف على جزء مهم من حوار اللي داروا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لوسائل إعلام جزائرية بعد ما وقفنا على أمور اللي كتتعلق بالمغرب والجزائر. اليوم نتعلقوا الجزء اللي تكلم فيه على فرنسا وجزء هو جزء يعني متعلق بالمغرب كذلك. احنا نتكلموا على هذا الجانب وفيه كان يجاوب بالفرنسية ويجاوب بالعربية، ومن كيبغي يوصل الميساج بالفرنسية كيقولوا بالفرنسية، وأنه لام فرنسا على أنها سندات الحكم الذاتي وقالت هذا الشيء ما يمكنش لأنه فرنسا هي عضوة مجلس الأمن وعندها حق النقد، وأن فرنسا عندها حق النقد والملف في لجنة الاستعمار التابع لمجلس الأمن. وطبعا هذه المساله مازال كيغلط فيها رغم التصحيحات، رغم مجموعه من المغاربة اساتذه اللي وجهوا ليه تصحيح، ولكن مازال غلط بانه لجنه الاستعمار ولا تصفيه الاستعمار تابعه للجمعيه العامه للامم المتحده وليس لمجلس الامن. وهو متهم فرنسا بانها كتساعد المخزن للاستيلاء على الصحراء الغربيه كما قالها، وقال هادشي اللي عرفناه من زمان. وحتى الحكم الذاتي مش فكره مغربيه بل فكره فرنسية، وقال بأنه سبحان الله هو شوية القدر للهيئات المتحدة، يعني خصنا نعطيو شوية القدر. هاد المسائل هادو انصح بهم نفسك، شوية القدر. أنت اللي ما كتعطيش القدر لمجلس الأمن ما كتعطيش القدر للأمم المتحدة بصفة عامة. فمجلس الأمن دار شحال من قرارات ودعا لحل سياسي، والمغرب قدم حل سياسي انت اللي ما عطيتش رايك فيه، وكيأكد على الموائد المستديره اللي الجزائر طرف فيها، ولكن الجزائر تتهرب وكتفرض على انه يكون حوار مباشر بين المغرب ومرتزقه البوليساريو. اذا شكون هو اللي ما محتارش مجلس الامن؟ شكون اللي ما محتارش الامم المتحده؟ شكون اللي ما عطيهاش القدر؟ اذا هذا التناقض. وهو قال في كلامه باننا نصوم ان بوبل لوجيك، يعني نحن شعب منطقي، يعني كنحترموا المنطق، يعني ما يمكنش نقول واحد الحاجه ونديروا حاجه اخرى. وهذا والحقيقه على انكم كتقولوا حوايج وكديروا النقيض ديالو، وخاصه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اللي كلامه كله تناقضات. وطبعا احنا كنفهموا على ان هذا فرنسا خدت هذا القرار هو قرار سيادي، وشحال من مره كيقول بانه الجزائر عندها سيادة ديالها وتاخذ قرارها. علاش كتدخل دابا في الشؤون الداخليه للدول وتفرض عليهم اسلوب، وانت كتقول بانه المشكل ديال الصحراء المغربيه ماشي مشكل ما بين الجزائر والمغرب؟ الجزائر غير عضو ملاحظ، ما غير مهتمه، ماشي طرف في الموضوع، هو ماشي طرف في الموضوع، دخل سوق راسك وسكت وخلي الامور تمشى. وفرنسا هي عضو في مجلس الامن، فعلا عضو في الاتحاد الاوروبي، وكم حقها تبنى المواقف اللي بغات، عندها حق، عندها السياده ديالها، وخصنا نحترموا لها السياده ديالها. علاش ملي كتكون قرارات في صالح الجزائر، علاش ديك الساعه كنشكروا فرنسا وكندعموا فرنسا؟ اذا سي تبون الله يخليك شويه المنطق، وملي كيهضر كيقول لك المستقبل للشعوب لله والشعوب، علاش المستقبل لله سبحانه وتعالى؟ حتى هذاك اللي كيقول لك ما لله لله وما لقيصر لقيصر، غلط. ما لله لله وما لقيصر لله، كلشي لله. وقال بانه فرنسا كانت باغيه دير ان فغي ديبلاسمون اون بلاسمون ان فغي غون اون بلاسمون، يعني بغات دير تبلاصي الجزائر بحاجه اخرى، يعني بغات تقضي على السكان الاصليين الجزائر وتجيب سكان اوروبيين او شعب اوروبي باش يسكن في الجزائر، بوغ فيغ ان تيغ اوروبيان، يعني باش يدير من الجزائر بلاد اوروبي. وفعلا داكشي اللي كاين، راه كنا كنسموها فرنسا الثانيه، وفرنسا بقات تما 132 عام، فعلا دارت المنكر في السكان تاع ديك المنطقه، و مع الاسف الشديد انه اعطت الجزائر ذك المساحه الجغرافيه واقتطعت من دول مجاوره
وانتوما كجزائريين قبلتوها وردتوا الاستعمار الفرنسي في المنطقة واستفدتوا من داك الشيء. ونجي تبوني يقول لك انا ما نقبلش الخرافات والمحاجيات والاكاذيب. وراك الشيء راك فيك. فيك المحاجيات والاكاذيب ويقول لك انه الجزائر كانت دولة. فوقاش كانت دولة؟ فين كانت دولة؟ 132 عام فيها فرنسا، قبلها كان المد العثماني. كيفاش شنو هاد المقومات ديال الدولة؟ إذا ما نكذبوش على التاريخ تقول التاريخ هو التاريخ، راك تكذب على التاريخ. وكانت مقاومة ديال 70 سنة، فين كانت هاد المقاومة ديال 70 سنة؟ وماتوا الملايين ديال الضحايا. إوا مرة كتقول لنا مليون شهيد ونصف مليون شهيد، مرة تقول لنا 5 مليون و 360 أو 630 وشي حاجة بحال هكا، مرة تقول لنا الملايين. إذا شكون راه يحرف التاريخ؟ دائما خصو لما يقول شي حاجه خصو يسيء المغرب ويقول لك احنا ما كناش محمايه او محميه نتاعك، بمعنى انه يشير للمغرب اللي كان فيه الحمايه الفرنسيه. فعلا في المغرب كانت حمايه فرنسيه، بصح انتم كنتوا فرنسا كاملين، كنتوا فرنسا الثانيه، ما كنتش عاد حمايه وما كنتش عاد استعمار، كنتوا فرنسا الثانيه. وما كنتش واحد ممكن كيظن على انه فرنسا غتخرج من المنطقه. وخا الكلمات زوينه بناء على ما قاله بومدين فرنسا، نطويو الصفحه ولكن ما مزقوهاش. فعلا حتى حنا بالنسبه للمغرب ما نمزقوش معكم الصفحات، لقاش كاين المغفره وكاين العفو. المغفره ربي يسمح لك ولكن مشجل عليك، العفو ربي يغفر لك ويمحيها. ولكن المآسي اللي ارتكبتو في حق المغرب مشجل عليكم ما تمحاش نهائيا، ولي ساكاتريس اللي في قلوبنا وفي عقولنا وفي الذاكره ديالنا ما تمحاش نهائيا. وهنا شار واحد مسألة واحدة أخرى جد مهمة، وهي تجارب النووية اللي دارتها فرنسا في أرض تقع الآن تحت النفوذ الجزائري في الرقان. وقال بأنه فرنسا رواح تنظف الأماكن اللي دارت فيها التجارب النووية، أنتم وليتوا قوة نووية وعطيتوا حنا المرض. وقال لك بأنه كاين مفاوضات، من هذه مدة هي مفاوضات. غير نذكروا بالتاريخ أن هذيك الأرض مغربية، وشكون اللي تسبب في ديك التجارب النووية؟ الجزائريين والناس اللي كانوا يتفاوضوا باسم الجزائر مع فرنسا في الاستقلال. فكانت مراسلة من دوغول محمد الخامس كيخبروا بأنه غتكون تما تجارب نووية. علاش كيخبروا؟ لأنه أرض مغربية، فرنسا عارفة بأنه أرض مغربية. كما كنشوفوا في الخلفية الآن لأنه كاين رسالة من دوغول، شار دوغول إلى محمد الخامس كيخبروا في 31 مارس بأنه راه كاين غادي تكون تجارب نووية. ومحمد الخامس كيرد عليه، المغفور له محمد الخامس كيرد عليه، كيقول بأن هذا أراضي مغربية وأنه كيرفض أي إشكال من التجارب النووية سواء في هذا المكان أو في بلاصة واحدة أخرى، لأنها كتضر بالبشر والشجر والحيوانات وكل شيء. بمعنى أنه سبق لكم محمد الخامس، ولكن شكون اللي تسبب في هذه المآسي؟ انها فرنسا كانت كتحاول دير التقسيم ما بين المغرب والجزائر، والمغرب كان صريح معها وكان صارم في مصلحه المغرب وفي مصلحه الجزائر. الجزائر باش دير تجارب نوويه طمعاتكم بالصحراء الشرقيه وبان غتفاوض معكم لاجل الاستقلال، على اساس انكم غتاخذوا الصحراء الشرقيه وانكم غتفاوضوا من الحصول على الاستقلال، ولكن على اساس انها دير تجارب نوويه وتسكتوا عليها. وفعلا داك الشيء اللي كان، وسكتوا عليها المفاوضين، وحتى شي واحد ما تقر وحتى شي واحد ما هضر ديك الساعه، لانه استفدتوا بعتوا الجزائر وبعتوا الجوره المغربيه. هذا هو التاريخ. وفعلا سجل مجد تبون، ما تنساش التاريخ، التاريخ وسجل، والذاكره المغربيه قويه والذاكره المغاربيه قويه، وما تديو غير برد. شكرا لتماميكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.